شغل المدربين في الجزائر باختلاف الوضعية التي يعيشها الفريق ليصبح المدرب من باحث عن تحدي جديد وطموح أكبر لباحث عن منصب وراتب. التفاصيل مع بلال هرنو. احنا تايقين بالامكانيات تاعنا، نتكلوا على ربي وخلاص. كل واحد فيكم عنده اولاد، عنده قوت اولادي انا. البحث عن المنصب اولى من البحث عن التحدي. حال المدربين في البطولة الوطنية تناوب على الفرق رغم المعرفة المسبقة بالوضعية وحتى النهاية التي دائما ما تكون الإقالة للمدرب الذي يعد الحلقة الأضعف في الفريق، لكن يبقى المهم العمل وإيجاد فريق بطموح وأهداف سقفها تحقيق البقاء والحفاظ على المنصب في وضعية لم تستثني حتى المدربين الأجانب. أكيد طلعت على الوضعية اللي مر بها فريق الاتحاد الحراش. نعرف الفريق هذا من أربع مقابلات عنده نقطة واحدة، ثلاثة هزائم وتعادل. نعرف أنه 75 تقريبا 80% من اللاعبين تغيروا. الوضعية هذه عشتها مع عدة فرق في صورة شباب عين فكرون، أهلي برج براريج في عدة مناسبات. شباب باتنا عندها 3 سنوات، أخرتها مولودية العلمة اللي كان يعيش وضعية صدير سيدي سيتياسيون كي ميم فون بابير ما يخوفونيش. وعلاش تخوفني؟ وعلاش ما تبقى إلا رياضة الإنسان كي يعمل ويدير يعني الثقة في اللاعبين تاعها والجمهور تسطير برنامج عمل التخطيط للموسم والقيام بانتدابات تحت إشراف المدرب حال أصبح من المحال في البطولة الجزائرية في ظل المقصلة التي تطال كل مرة المدرب رغم سياسة التسيير الفاشلة من طرف النوادي التي تواصل البحث عن ضحية جديدة وما أكثرهم. غادي نكونوا كنكذبوا على انفسنا الا كان الواحد غادي يجي 6 اشهر، يعني باغي يدوز الوقت 18 شهر، لانه فيها في يمكنك يعني كتطلع باش تبني فريق اللي كينافس على الالقاب. وضعية لم تعد بالغريبة على البطولة الوطنية التي لا تزال تسير نحو الانحراف. أصبح فيها المدرب الحلقة الأضعف بضعف حرصه على اختيار وجهته والنادي الذي سيدربه، بما أن الأولوية هي المنصب وأموال في الرصيد.